comment je fais pour la lessive? La machine est là, mm-hmm. Le produit est là, je vais te montrer. Merci. في فرنسا عادة ما نستخدم الغسالة في الليل لأن الكهرباء أرخص ليلا. فكما العادة نملأ الغسالة ونفرز بين الملون والأبيض وبين أنواع القماش، ولكن البرامج معدة بالفرنسية، لذا تذكروا جيدا أن تسألوا قبل استخدام الغسالة أو ستجازفون بأن تروا ملابسكم قد تقلصت أو تغير لونها. صوفي، j'ai un problème. J'ai fait tomber mon assiette. Je suis désolée. Mais c'est pas grave, ça arrive. On va nettoyer. Comment je fais pour nettoyer? Alors en France, il n'y a pas d'évacuation. Donc on ne peut pas laver à grandes eaux. On va utiliser la serpillière. بالنسبة لتنظيف الأرضية، الفرنسيون يستخدمون المكنسة الكهربائية. وإذا لم تكن الأرضية مصنوعة من الخشب، يستخدمون الممسحة. فلا يشطفون أبدا، وليس هنالك منفذ للمياه، أي بالوعة. كما أن الفرنسيين حذرين جدا في استخدام المياه.